هذا، وإنني أهيب في هذا المقام بإخواني الذين وفقهم الله لدخول مجلس الشعب من أهل الفضل والصلاح أن يبطلوا القانون الباطل الذي وضع في مصر لرفع سن الزواج. فهذا القانون قانون باطل يساعد على الفاحشة، يساعد على الإثم والعدوان، أعني ما وضعوه وستروه بأيديهم التي سيسألون عنها وعن تصديرهم بين يدي الله، من رفع سن الفتاة إلى 18 عاما، ورفع سن الزواج للغلام إلى 18 عاما. هذه القوانين قوانين باطلة لا مسحة لها من دليل، لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعجيب أمر من يزج بالفتيان والفتيات إلى الجامعات المليئة بالتبرج والاختلاط والمليئة بالمحرمات، ويمنعه من ممارسة حياته الشرعية التي تقرب من الله والتي أقرها الله سبحانه. فكيف في ظل دولة تدعي الحرية، وأسأل الله لا تكون حرية وتحرر من الشريعة، إنما تكون حرية فيما سمح لنا فيه أن نكون أحرارا، أما أن تكون حرية مطلقة بمعنى الانسلاخ من الدين فبئست تلك الحرية. أقول مذكرا إن من حق الفتاة التي بلغت مبلغ النساء وجرى فيها ما يجري في النساء من حقها أن تتعفف ومن حقها أن تتزوج، فكونكم تمنعونها ستتحملون إثم ذلك بين يدي الله. فأذكر نفسي والمسؤولين عن وضع الدساتير أن يتقوا الله في الأبناء وفي البنات، فبدلا من أن يعيش الولد المستطيع للزواج في الحرام يعيش في الحلال، فتغنمون أجره وتغنمون ثوابه. فليتكم تفعلون، تبطلون هذا القانون الباطل القاضي بمنع الفتاة من الزواج قبل 18 من عمرها.